السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. غنشارك معكم الخبز الفرنسي او الباغيت اللي كيعشقوا الجميع خصوصا المغاربه. طريقه جد مبسطه ومقادير يعني في المتناول وكيجي رائع، احسن ديال المخابز وديال المحلات. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وننتقلوا للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق، وعندي جوج كيسان ديال الدقيق ديال الفينو يمكن لكم تستغناو عليه، وعندي معلقه ديال السنيده ونص معلقه ديال الملحه، وعندي هنا معلقه ديال الخميره المعجونه اللي ذوبتها في القليل من الماء دافي. غادي نضيف الفينو ونضيف كذلك الخميره، ونضيف سكر حبيبات، ونضيف الملح. بالنسبه للكميه ديال الماء كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، يعني عندنا ميزاننا تنحصلوا على واحد العجينه يعني اللي بغينا. ضروري العجينه تكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه باش يجينا الباغيت ديالنا يعني خفيف ويجينا مفشفش. غادي نضيف الماء تدريجيا، يمكن لكم انكم تستعملوا العجانه، انا الصراحه بغيت نخدمها غير بيدي فقط. ضروري خصنا نعجنوها مزيان ندلكوها. هنا غادي نوضعها فوق سطح العمل ونحاول انني ندلكها. ضروري خصنا ندلكوها مزيان. كما كتلاحظوا راكم تشوفوا العجينه ديالي يعني ماشي قاصحه، يعني خليتها شويه رخوه باش يجي العجين يعني كي ضروري شحال ما كان العجين خفيف كتجي يجي الخبز ولا الباغيت يعني خفيف ويعني كما كتلاحظوا يعني ويجي مفشفش. كما كتلاحظوا راكم تشوفوا العجينه ديالنا كي دايره يعني مدلوكه، يعني باينه بلي مدلوكه مزيان، يعني حصلنا على عجينه يعني رطبه. غادي نحاول انني ندهن الاناء بالزيت. ونوضع فيها العجين ديالي ونخليها تخمر مزيان، نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تخمر. بعد ما خمرت كما كتلاحظوا ضعف الحجم ديالها، نحاول انني نخرج منها الهواء. ونرش الدقيق على سطح العمل لان عندي العجينه خفيفه باش ما يلصقناش العجين، ونطويها على هذا الشكل.
قسمتها عنها على نصفين، ودوك النصفين كل نصف غادي نقسمهم على ثلاثة، ويكونوا ضروري يكونوا متساويين. استعمال السكين قسمتهم هنا على ثلاثة على ستة، يعني خرجت لي ستة ديال الباقيطات. حاول انني نسرحها على هذا الشكل، نطلقها بحال هكا كما كتلاحظوا. ها الاستعانه بالدقيق، لان كما قلت لكم العجينه يعني راه عندي خفيفه، ونطوي على هذا الشكل، ونحاول انني نزير. نضغط هكا نجمع ليها كما كتلاحظوا. الاستعانة بالدقيق طبعا، ديرها هكا حرابيل. نزيد معكم الثانية، يعني طريقة يعني جد مبسطة، يعني سهلة، يعني اي وحدة تقدر يعني توجدو في دارها لوليداتها اللي مالا. صراحة كيجي رائع. نطوي كما كتلاحظوا على هذا الشكل، ونحاول انني نضغط. من بعد ما اكتاليتهم يعني ستفتهم هنا في الصني، انا ستمتهم غير في الصني، ما عنديش هذاك الصني ديال الباكيت، يعني ستفتهم غير في الصني، وغادي يجي الشكل ديالهم يعني رائع. ونخليهم يخمروا، بعد ما خمروا كما كتلاحظوا دابا ما نخليهمش يخمروا مزيان، لان الا خليناهم خمرنا تخمروا بزاف يعني، وحليناهم هكا كما شرطناهم هكا بشي حاجه يعني اللي تكون ماضيه، يعني غادي يوليو يعني يخرج منهم داك الهواء، يعني غير 10 دقائق فقط. ونحاول انني نشرطهم بشي حاجه اللي تكون ماضيه. وانا نرشهم هكا بالماء، باش يجيوني مقرمشين، يعني هذاك الماء اللي كيساعدهم باش يجيونا الباقي ديالنا مقرمش. ودخلتهم الفران طابو، راكم تشوفوا الشكل ديالهم النهائي اش كيجاو. صراحه كيجيو رائعين، وكيجيو مفشفشين، وكما كتلاحظوا كيجيو يعني مقرملين. شوفوا كيجاو من الداخل، صراحه كيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. والا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، وبارطاج مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده. وشكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء في الملتقى إن شاء الله.